أنا أعيش في القاهرة وأرى أن القاهرة مدينة يعني دائما ملهمة للحنين وللتفكير، من حيث أنها تتسع دائما للألم والفرح، تتسع للفقر والغنى، تتسع للوحدة والزحام. ولذلك فالقاهرة دائما وستظل مدينة الأسئلة. دائما عندما أسير في شوارع القاهرة تنفجر في رأسي جميع أنواع الأسئلة، وسنظل نسأل هذه المدينة التي تحمل ملامح الوطن كله إلى أين هي تسير بنا. أعتقد أن تاريخي الشخصي بدأ من جديد بعد الثورة، من حيث أنه ما شاهدناه يجعل الإنسان يفكر كثيراً في حياته الشخصية، في يعيد النظر في أفكاره، يعيد النظر كيف كان يعيش، هل كان حقاً يمارس كل فعلاً ما يؤمن به، هل كان لديه الحماس الكافي ليعيش حياته بشكل حقيقي. يعني أكاد أكون اكتشفت أنني أحتاج أن أعيد النظر في كل شيء وأعيش تجربتي الفنية من البداية، وأقدم أعمالاً لم أحلم بتقديمها من قبل. لذلك فهذا الحدث كان زلزال في حياة كل فنان أعتقد في مصر، ليعيد التفكير بشأن سقف الحرية الذي يحلم بتجاوزه، الأفكار التي يحلم بالتعبير عنها، الغناء الذي يحب أن يغنيه كيف يكون أكثر تعبيراً عن ذاته بصدق. ما حدث بالفعل كان بداية لتاريخ جديد على المستوى العام والشخصي.